كان بعثنا تعليما للتنسيق مع مصالح الامن. هناك عمليه مراقبه وبرمجه يوميا للتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والامن الوطني، تتم من خلالها مراقبه خاصه الاحتباس المخزون، يعني المواد المخزنه ببعض المخازن بغيه المضاربه فيها او احتكارها. وهنا نحن نسعى ونعمل على ان هذه المواد في حالة وجود مؤشرات على مخازن من هذا القبيل ستتم مداهمتها من طرف فرقنا وفرق الدرك الوطني والامن الوطني.